قصير ونعود بعد ذلك لنواصل حلقتنا مع فضيلة العالم الدكتور محمد راتب النابلسي وعنوانها وفي السماء رزقكم فابقوا. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة. الله يكرمكم شيخنا. قبل الفاصل كنتم تتحدثوا أن القانون القرآني والأصل أن من يستقيم فإن الله يوسع عليه برزق الدنيا. نعم. لكن حكمة الله تقتضي في بعض الحالات أن يستقيم وأن نعم. يبتليه أي يمتحنه الله بقلة الرزق. والابتلاء كمان أحد أسباب وجودنا. نعم. والدليل القوي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لام لام التعليم. نعم. أيكم أحسن عملا. نعم. إنا كنا مبتلين آية. فالابتلاء علة وجودنا وغاية وجودنا. جب. والبطولة ليس ألا نبتلى بل أن ننجح في الابتلاء. ندعو الله بالتمكين أن لن تمكن قبل أن تبتلى. الله يفتح لك. طيب شيخنا, من يلاحظ اليوم واقع الأمة الإسلامية, نتحدث مثلا على صعيد الدول, فإن أغلب الدول الإسلامية والعربية وضعها المالي فهو أقرب إلى الضعيف. يعني ليس الاستثناء, الأغلب اليوم وضعه ضعيف. لماذا دكتور؟ أنا أستعين بالمثل. مريضان عند طبيب كبير, الأول معه التهاب معدة حاد يجبره على حمية قاسية جدا 60 يوم على الحليب فقط. التهاب معدة الحاد يشفى جفاء تاما بالحليب فقط. الثاني معه سرطان منتشر بكل أنحاء جسمه. قال له الثاني ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال باب, قال أبواب. ما قال أبواب شيء, قال أبواب كل شيء. يعني أوسع استقصاء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. سبحان الله. فإذا واحد الله عز وجل عم بيعالجه يتفائل, معنى في أمل كبير يكون إنسان كامل. عفوا, لو أنت كل ما شئت لي معه سرطان. أما الثاني حمية قاسية جدا. هذا هو التأديب الإلهي. الله يفتح عليك. هي التربية الإلهية. الله رب العالمين لأنه ونعم الرحمن. طيب سيدنا, نعود إلى الآية ألا وهي عنوان الحلقة وفي السماء رزقكم وما توعدون. تفسير الناس العام لها أن رزقك مخبى بالسماء, لا تتعب أو يعني ما تخاف, فأنت قدر رزقك بمقدار وقدر معين قبل أن تولد وتخلق. هل هذا هو التفسير الصحيح للآية دكتور؟ لا, الآية هي وأن لو استقاموا. لو أنه الله عز وجل قدر له رزقا محدودا ليدفعه إلى التوبة, فلما تاب اختلف الأمر. يمكن أن يزيد لك. نعم. هو قدر له علاجا. أنت مريض عنده بيحتاج إلى مسكن, الألم انتهى ما في داعي لمسكن. نعم. طيب في العامية أيضا يقولون شيخنا أنه الأرزاق بيد الله. بيد الله طبعا. ما المراد من هذا دكتور؟ يعني الله عز وجل, يعني عفوا, إذا واحد الله عافى من كل الأمراض الخبيثة بيكون برزق محدود بكفي. غلطة واحدة بده تحاليل وبده مردنان وبده شيء مو معقول. فإذا واحد الله عز وجل يعني عافى من الأمراض الوبيلة, رزق القليل بكفي. سبحان الله. نعم. الأرزاق بيد الله. نحن الآن يعني الناس الآن بيتنافسوا على الترف مو على حاجات أساسية. نعم. أساسيات مأمنة تقريبا. نعم. الأرزاق بيد الله معناها دكتور أن الإنسان لا ينافق أو يجامل أحد لأنه رزقه بإيد ربنا. كلمة الحق. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. نعم. الله يفتح. طيب. الإنسان يموت بحالة واحدة إذا انتهى أجله. وهل هذا يقاس على الرزق أنه يتوقف رزقه إذا ربنا كان يقدر عليه؟ لا يمكن لأحد من البشر أن يقلل عليه رزقه أبدا. هو المعطي وهو المانع, المعطي والمانع. نعم. والرافع والخافض, والمعز والمذل. المعطي والمانع سبحانه وتعالى أبدا. أسماء الله الحسنى. طيب شيخنا كيف لذلك الدعاء النبوي, اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. رزقتني مال يا ربي انفقه في سبيلك, زوجي صالحة حجبها يا ربي, علم الدين. ما رزقتني مما أحب
فاجعله عونا لي فيما تحب، وما حجبت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. دعاء دقيق جدا. ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما أحب. الله يفتح لكم. سيدنا، أنتقل مع فضلتكم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل مفهوم فيه خطأ كبير. التوكل يعني أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. مسألة إطلاقا، راي على العقبة، راجع العجلات، المحرك، الزيت، المكابح، مراجعة كاملة. وبعد المراجعة الكاملة من أعماق أعماقي: يا رب أنت المسلم. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. في ملمح دقيق جدا للنبي الكريم في بدر: رفع يديه إلى السماء حتى سقط الثوب، يعني العباء يعني تقريبا. فسيدنا الصديق قال له بعض المناشد: يا رسول الله، إن الله ناصرك. يعني ممكن يكون الصديق إيمانه أقوى. النبي خاف يكون أخذ الأسباب أقل مما ينبغي. دقيقة الفكرة. الصديق يطمئنه وهو سيد الخلق. النبي خاف يكون أخذ الأسباب أقل مما ينبغي. لذلك الكلام الدقيق: ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الغرب أخذ بالأسباب بأعلى درجة واعتمد عليها وألهها، وقع في وادي الشرك. والشرقيون بسبب جهلهم لم يأخذوا بها أصلا، وقعوا في وادي المعصية. الغرب أخذ بها وألهها واعتمد عليها ونسي الله، وقع في وادي الشرك. أول حرب عالمية والثانية والأجايتات والأزمات المالية والقتل. أما المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وإذا انتقص من واحدة من الاثنتين يكون فيه خلل. طبعا، إما عدم أخذ الأسباب أو عدم التوكل. في قوانين بالدين. الله يفتح لك. بداية نسمح لشيخنا أن ننوه للمستمعين الأكارم الراغبين بطرح أسئلتهم في هذا الموضوع، موضوع الرزق. مرحبا باتصالاتكم على 06-516-4020 وأيضا 06-516-5020، ومن خارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 009626. شيخنا، هل في الحديث في تتمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروح بطانة، هل هذا هو أخذ الأسباب من قبل الطير؟ أنه خرج؟ طبعا. سبحان الله. الطير رزقه مسألة الطير. يعني إذا الطير لازم يروح يبحث عن رزقه. هذا الأخذ بالأسباب أبدا، إذا قسناه على البشر. أنا لازم أخذ بالأسباب. واحد يعني في بطالة، عمل أسأل ناس، زور قرأ مثلا، شو في وظائف شاغرة. لا بد من أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الله يفتح عليكم شيخنا ويكرمكم يا رب. طيب سيدنا، أنتقل مع فضيلتكم أيضا إلى قول الخالق سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هل ربنا قدر على البعض أن يقدر عليه أن يقل رزقه، والبعض يوسع عليه في رزقه؟ طبعا لحكمة بالغة. شوف سيدي، في عنا قاعدة بقولها كثير دائما: كل شيء وقع بالخمس قارات، بالخمس قارات من آدم يوم القيامة أراده الله، لا تعني أنه أمر به، ولا تعني أنه رضيه، ولكن سمح به. حتى وضحها تماما: أب طبيب تفوق بعمله جدا، دخله كبير جدا، تزوج وما أنجب، بعد 10 سنوات أنجب طفل آية في الجمال تعلق به تعلقا مذهلا. ثم اكتشف الطبيب الأب مع ابنه التهاب الزائدة
يسمح بتخديره وفتح بطنه واستئصال الزائدة. فكل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلق، يعني الذي وقع لو لم يقع لكان الله منهما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والإرادة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، الشر مطلق بالكون ما في، لأنه يتناقض مع وجود الله. في شر موظف الخير. شيخنا في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كيف يكون التفضيل بين الناس في ملف الرزق دكتور؟ إنسان دخله محدود، إنسان دخله كبير كثير. أما دخل المحدود يوم القيامة قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في نقطة دقيقة جدا بدي أشرحها. أنت مكلف أن تكون صادقا أمينا زوجا مثاليا، مكلف بمليون تكليف، بس أنت ما اخترت أمك وأمك، ما اخترت مكان ولادتك، ما اخترت كونك ذكر لما أنثى، ما اخترت قدراتك العامة. هاي القدرات العامة ومكان ولادتك وأمك وأبوك تكتشف يوم القيامة أو قبل يوم القيامة أنه كما قال الإمام الغزالي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. كونه إنسان ولد بالشرق الأوسط من أبوي مسلمين يكشف ذلك يوم القيامة. أجمل شيء ليس في الإمكان أبدع مما كان، بتعبير آخر ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. لذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى عن الله. الله يجعلنا لايكنكم يا دكتور على 0-6516-4020، وأيضا بالاتصال على 0-6516-5020، ومن خارج الأردن مفتاح المملكة الأردنية هاشمية بداية 0-09626 لمشاركاتكم في موضوعنا عن الرزق. أم بشر تفضلي، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم بشر، حياكم الله، زيدك عافية يا رب، تفضلي. الله يجزيك فضلك يا رب. أنا حابة أحكي للشيخ خاتم الله يخلينا يا رب يطول بعمره. أنا شيخ من سوريا، نحن من الشام. أهلا وسهلا. نحن دائما هيك منتابعك، الله يخلينا يا رب يا شيخ يطول بعمرك يا رب. الله يبارك فيك. فيك يا رب. تفضل. والله يا شيخ الحمد لله رب العالمين، كمان مثل ما قلت تفضلت يا شيخ، لأنه ما بصير يكون نحن دائما تفكيرنا محدود بالأرزاق بس بالمال. نعم. مثل ما قلت نحن مثل ما قلت إنه بطولتنا تربيت ولادنا. لكن ربي هذا أجمل أرزاق أنا بنظري. نعم. التربيت بالولد الصالح، يعني على القرآن وعلى الشيء المنيح، نبلع بولادنا كل شيء منيح الحمد لله رب العالمين، هذا أكبر رزق. بارك الله. الله يكرمك. في تعليق دقيق جدا. شكرا لك ولاتصالك. تأكيد لكلام الأخت الكريمة. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معنى التصديق رزق، أن تعرف الله رزق، تأتي زوجي صالحة رزق. الرزق ليس فقط مال. لا لا لا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. علاقتك بهالدين أنك تكذبون لا سمح الله. إذا رزق، عفوا، كل شيء يملك رزق. فالزواج رزق، والأولاد رزق، وتكون من أب راقي رزق، من أم صالحة رزق، ببلد آمن رزق، ببلد مسلم رزق، تأتيك زوجة صالحة تخاف الله رزق. الأرزاق لا تعد ولا تحصى، أقل ما فيها الطعام والشراب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالتصديق، أنا أقول كلمة دقيقة بحب أقولها، في ثلاث نعم إن تحققت ما فاتك من الدنيا شيء. أول نعمة نعمة الهدى، تعلم يقينا في إله عظيم، في خالق ورب وإله، بيده كل شيء، السعادة بيده، الشقاء بيده، الرزق بيده، الصحة بيده، المرض بيده، نجاح الزواج بيده، أولاد أبرار بيده، التوفيق بيده. أن تعلم الإيمان بالله خالقا مربيا مسيرا، هي أول نعمة أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أي واحدة.
ثاني أكبر نعمة الصحة، ما في خثرة بالدماغ ولا تشمع بالكبد ولا فشل كلوي ولا مشكلة بالصحة، ما في شيء، ولا في يعني ابن معاق، عندك أولاد سليمين وزوجة صالحة، هي نعمة ثانية، نعمة الهدى والعافية. الآن الثالثة نعمة الكفاية، اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، مو معناها فقير ولا غني، إنه في مال يفسد يتلف الأعمار. واحد اشترى فندق بباريس 80 طابق كومبليت دائما، ثاني يوم ما تمكن ينقل ملكيته، جلطة ومات. المؤمن له بعناية الله عز وجل. الله يفتح عليكم شيخ، الله يكرمكم ويجزيكم خير. سنستأذنكم شيخ لنقف من جديد إلى فاصل قصير، ومعكم مستمعين الكرام من بعدها بحول الله تعالى نعود لنواصل حلقتنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، وفي السماء رزقكم فقبل. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة. شيخنا الكريم، من أيضا الآيات الكريمة المرتبطة في قضية الرزق في قول الخالق سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بداية هذه الآيات شيخنا قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، ما الرابط؟ علة وجودك الوحيدة العبادة، طاعة الله. طيب لماذا ربطت الآيات العبادة والرزق دكتور؟ بيقول لك أنه أنا دخلي قليل، مضطر اشتغل بعمل في حرمي حتى ما يحتج بحاجته للرزق بعمل محرم. شركة ربوية ما في عمل، ما بيرضي الله، في اختلاط، عمل في فساد، ما في إنسان. يعني خوفي على رزقي لا يبرر أن أبدا تسعى بالحرام أبدا. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الله يفتح عليكم شيخنا. طيب في قول الخالق سبحانه وتعالى شيخنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعافية والتقوى. يعني الربط بين الصلاة، إذا الزوجة طلبت شيء ما بيرضي الله، أنت أمرها بالصلاة، صلى صلة بالله عز وجل، ما دام ما لها صلة بدها كل شيء، بدها اختلاط، سهرة مختلطة، بدها أشياء مو ضرورية كثير. طب لماذا ذكرت الصلاة تحديداً شيخنا دون باقي العبادات في هذه لأنه الآية؟ لأنه الأربع عبادات تلغى أحياناً، الصيام يسقط عن المريض، والحج عن الفقير، والزكاة عن الفقير، الأربع بسقطوا إلا الصلاة، الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. طيب أسأل حضرتكم شيخنا سؤال بطريقة عكسية لهذه الآية: لو أن رجلاً يعاني من قلة الموارد المالية التزم بالصلاة وأمر زوجته وصليا معا، هل يمكن أن يكون هذا مفتاح لرزقهما معا؟ لا، بده يأخذ بالأسباب معا، مع الأخذ بالأسباب، أن يعبد الله وأن يأخذ بالأسباب. نعم، سأل في فرص عمال، أخذ الجريدة شافه وفي فرص عمال. نعم، الله يفتح. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. إلى المزيد من المشاركات مستمعين الكرام، أم تامر أهلا بك معنا، تفضلي. عليكم. وعليكم السلام، نفع الله بكم وبعلمكم يا شيخنا، وجزاك الله خير يا أخي على هذا. أهلا وسهلا، طيب. مرحبا، شكرا كثير لكم. بدي أسأل دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى رزقنا ونريد أن نشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فما هي الطريقة المثلى لشكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني ماذا أفعل؟ سؤال مهم جدا، أن أنا فعلا شكرت الله كما يجب. سؤال مهم جدا جدا. شكرا. الشكر ثلاث أركان: امتنان من الداخل، امتنان يا ربي لك الحمد، يعني رزقتني، عندي بيت ساكن البيت مالي مشرد، عندي أولاد مالي محروم، عندي زوجة صالحة، امتنان من الداخل، وتعبير باللسان يا ربي لك الحمد، غمرتنا بفضلك بتوفيقك. الثالثة أهم واحدة: اعملوا آل داود شكرا، قابل هذه النعم بخدمة الخلق. أول نعمة امتنان داخلي، يعني أن تؤمن أن الله هو الرزاق من أعماقك، يا ربي فضلت علي، غمرتني بفضلك، غمرتني بسترك، برحمتك، بزوجي صالحة، بأولاد أبرار، ما عندي مشكلة، ما لي خايف، ساكن ببيت، بيت مش رد يكون إجرى للمملك.
ثم باللسان. باللسان يا ربي لك الحمد، بالصلاة وبغير الصلاة وبالطريق، ركب سيارة يا ربي لك الحمد مثلا. والثالثة دكتور أن يسير في خدمة خلق الله. هلأ بده يرد على هذا الجميل بجميل مثله، أن الامتنان داخلا والتعبير باللسان. اعملوا آل داود شكرا، مفعول مطلق هذا، يعني عملك هو امتنان من الله عز وجل. الله يفتح عليك دوب العباد. الله يفتح عليك. مش عارف الا مزيد ايضا من المشاركات مستمعينا. بشر اهلا بك، تفضل. بشر انت معنا على الهواء، تفضل. بشر طيب. عبد الله معنا باتصال جديد، تفضل اخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يكرمك، احنا بنرحب بالشيخنا الفاضل. الله يكرمك ويحفظك يا رب. انا ما عندي سؤال والله سيدي، بس انا بحكي للشيخ احنا بنحبه بالله، وكنا نحضر دروسه بالرجل هون في خلدة. يعني انا شخصيا كنت اجيب الزرقاء عشان احضر دروسه. الله يفتح. هلا مع كورونا وقف الدروس، نتوجه هيك بس فتحة المساجد يرجع نفسه. بترجع ان شاء الله بترجع. الله يكرمك. بعدين بقول لك كلمه دقيقه، المحبه والاحترام والشوق لا تكون من طرف واحد، يحبهم ويحبونه. الله يكرمك. شكرا. نفخ المدريد بإنسان زيك موجود في بلدنا يا شيخ. الله يكرمك. الله يبارك فيك. شكرا لك أخي عبد الله ولمشاركتك معنا. شيخنا الكريم من سورة التوبة الآية 28 في قوله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، ما المقصود؟ يعني واحد الزواج الدخل قليل والرزق غالي، ما بده يجيب أولاد، ما بصير. ما دام أنت أنجبت ولد هذا معه رزقه. ممكن تشرحها شيخنا، كيف يعني الطفل يولد ومعه رزقه؟ يعني الله عز وجل ما ممكن يخلق إنسان إلا معه رزقه سلفا. الرزق من لوازم خلق الإنسان. فأنت لما بتآمن بالله إيمان حقيقي، هذا الطفل معه رزقه. أول شيء الحليب، هذا الحليب شيء لا يصدق، حليب الأم هذا مجاني. كل ما إنسان اتقى الله أكثر يأتي شيء بيغطي حاجاته. الله موجود لأنه هو معنا، هو رب العالمين. إذا أب متمكن ابنه بحاجة إلى دراجة ما بيأخذ إياها، بحاجة إلى مثلا هدية لأستاذه ما بيأخذ إياها، ما بصير. بس المقصود شيخنا أنه الإنسان يولد مع رزقه، بمعنى أنه ربنا مقدر له رزقه. ورزقكم في السماء وما توعدون، الله وعدنا برزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون. نعم. أبدا. نعم. سيدي زوال الكون أهون على الله، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده لعباده. لكن حتى يستنزل الإنسان هذا الرزق بده أسباب وتوكل على الله. نعم، التوكل يحتاج بالأسباب. أدق عبارة، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.